السلام عليكم. ده مثال للورك فلو اثناء عمليه الشوب دروينج واثناء عمليه 3 دي ديزاين كوردينيشن. ان ده الفريق بتاع كونتراكتور البيم، ده الكونتراكتور انجينير، ده كونتراكتور كونستراكشن، ده المصمم. هو بيبدا يدينا الموديل، فاحنا بنبدا نراجع عليه ونبدا نشوف الكلاشات ونبدا نعدل التصميم بناء على الكلاشات ديت. وبعد كده نبعت نسخه للكونتراكتور انجينيرنج، بيبدا يشوف اللوح ال2 دي ويبدا يقول لنا اذا كان في عنده اي ار اف اي او في اي مشاكل، بيبعت لنا وبيبعت لي المصمم. ممكن يكون حاجه عندنا في الديزاين فنقدر نرد عليه، ممكن تكون حاجه عند الديزاين مش واضحه او ناقصه يبدا يعملها ويبعت لنا اللوح تاني نبدا نعد عليها. دي حاجه مثال، كل شركه ليها حاجه خاصه بيها. ممكن يكون عندنا كونتراكتور بيم هو نفس الكونتراكتور انجينير، يعني هو الراجل بيصمم وشغال نفس الفريق كله عارف بيم، ما بقاش في فريق بيم وفريق كاد، كله شغال نفس الفريق. ممكن يكون الظروف مختلفة، ممكن يكون في شركة تانية. أنا أقصد إن الورك فلو ده مثال، وممكن يبقى ليه حاجات أخرى في شركات تانية.